السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إلى حد السوالم مع الحاج علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيد الحاج، الله يبارك فيكم، أكرمكم الله. الله يبارك فيك، الحمد لله يجزيك بخير. يا مرحبا خويا. الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يرحم الوالدين. نعم سيدي. نهار الجمعة. إيه. دابا لقيتهم صلوا ركعات الأخرين. نعم. لقيتهم سجدوا. إيه. ودابا ملي سلموا دابا درت جوج ركعات، واش درت رباعية ولا؟ إيه سي الحاج. إيه خويا الله يتقبل يا رب. الله يتقبل، شكرا لك. هذا سؤال مهم وكيتعرضوا لي بزاف ديال الناس. أنتم في حد السوالم، حنا في الدار البيضاء عندنا مجموعة ديال المساجد وحدهم مجموعة ديال الإدارات والشركات والأبناك. هذه الظاهرة كتكرر كثيرا وكثيرا لما كيكونوا الناس كيجوا متأخرين. هذه كتسمى صلاة المسبوق. الصلاة المسبوق في فقه الصلاة، إنسان إلى جل الجامع ولقى الإمام سبقه بركعة أو ركعتين في الصلاة العادية، لكن في الجمعة عارفين الجمعة حالة استثنائية. الجمعة لها شروط، لها الأذان ديالها ولها خطبة الجمعة لما يصعد الخطيب إلى المنبر وكيقول المسمع بأن الخطيب إذا كان كيتكلم لابد الجميع السمع والطاعة، وإذا قلت من تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. حتى العلماء اعتبروا الجمعة هي بمثابة ركعتين. عاد الركعتين اللي غيقراهم الإمام جهريتين. الظهر كيكون فيه الصلاة سرية لكن الجمعة جهرية. ومن شروطها التجمع ديال الناس على الأقل في المذهب قالوا 12 نفر ومنهم من قال 40 نفر، المهم تجمع أهل البلد. فأخويا سيد الحاج، أنت جيتي للجامع لقيتيهم في السجدة، يعني سالوا غادي يديروا التحية وغيسلموا، أنت مسبوق جدا، أش غدير في هذه الحالة؟ العلماء اش قالوا؟ قال لك الصلاة نصليها كما هي، لا نزيد ولا ننقص، هنا ما كاينش الاجتهاد، حتى هذه عبادة. الاجتهاد والقياس يكون في المعاملات، أما في العبادات هذه ما فيها لا اجتهاد ولا قياس. العبادات حق الله، والمعاملات هي حق المجتمع، حق الأفراد، والأفراد لهم أن يجتهدوا ويقيسوا. مثلا معاملة اقتصادية معينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهرت في عصرنا الجديد معاملة اقتصادية جديدة، واش نقبلوا ولا نرفضوها؟ كنديروا القياس، شنو الرابط؟ هو العلة، وجه التشابه بين المعاملة أيام زمان والمعاملة المعاصرة، وجه التشابه العلة اللي هي الوسط في القياس. هذه في المعاملات، لكن في العبادات هذه ثوابت لا تتغير وهي حق الله، ما فيها اجتهاد ولا قياس. الجمعة غتصليها جمعة ركعتين جهريتين. الناس انت وصلتي في السجود غتسجد معهم، غتدخل مع الإمام، هما غادي يسلموا، غيديروا التحيات ويسلموا، انت غتقوم وكأنك غتبدأ من جديد. الركعة الأولى بالفاتحة والسورة جهرا، والركعة الثانية بالفاتحة والسورة جهرا، تسلم، دير التشهد وتسلم ركعتين جهريتين. هنا ما نقولوا ردها ظهرا، لا، العلماء الفقهاء اللي هما أهل الشرع وأهل الفقه والأصول والمقاصد يعلمون هذا الأمر، يبقى الأمر كما هو عليه، لا نزيد ولا ننقص، لأن هذه عبادة نصليها كما هي. فالله يتقبل منك سيدي الحاج علي، والله يعطيك الخير والبركة. وكنبهوا الأحباب الكرام ديالنا، إلا كانت الجمعة لا داعي للتأخر، راه الناس اللي كيتموا جايين مسبوقين تالآخر لحظة وكيدرك ركعة أو جزء من ركعة مع الإمام، راك ضيعت يا أخي الفاضل فضل عظيم. فالجمعة المفروض نبكر لها، نبكر الجمعة نكون مستعد، راه عيد المؤمنين راه فيه الدعاء مستجاب،
وفيه يوم المغفرة ويوم الرحمة، وربي عظم ذلك اليوم. شوفوا معنا اليهود والنصارى. اليهود نهار السبت، سير لبعض المعابد اليهودية غتلقى اليهود كيوجدوا نهار السبت الوليدات ديالهم والزوجات، كيلبسوا أجمل لباس وكيتعطروا بأجمل عطر وكينتظروا بفارغ الصبر يوم السبت غادي يمشيوا للبيع اليهودية، وكتلقاهم كيدخلوا وإلهيم وكيبقى يتكلموا على الإله ديالهم بالطريقة اللي كيتعبدوا بها الله تعالى، كيقدسوا وكيحترموا هذا اليوم. شوف النصارى كذلك يوم الأحد كيمشيوا إلى الكنائس ديالهم، كيمشيوا فرحانين رجال ونساء ذكور وإناث كبار وصغار، وكيلبسوا أجود ثياب وكيديروا أجود طيب، وكيمشيوا للكنيسة وكيضربوا الجرس وكيقراوا الأناجيل ديالهم. حنا المسلمين أمة لا إله إلا الله، اللي قال فينا سيدنا رسول الله أنتم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الإسلام جا هو الأخر، كانت اليهودية النصرانية عاد الإسلام، وقال لنا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ربي جعل لنا الجمعة هو الأول، عاد السبت عاد الحد. المفروض نهار الجمعة يكون عندنا عيد، أننا نلبسوا أجود الملابس ونستحم. غسل يوم الجمعة فرض على كل محتلم، قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قال لنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا العلماء المحتلم هو اللي بلغ سن الحلم، هو اللي راشد، هذا خصو وخنقي وخطاهر يعاود يغسل صلاة الجمعة ويلبس أجود ثياب الطيب ويستعمل البياض. وليمس أحدكم من طيب أهله فإن لم يكن له طيب فالماء له طيب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نهار الجمعة خصني نقلب على العطر، إلا ما كانش عندي واخا ناخذ ديال المرأة ديالي، واخا يكون بارفان خاص بوغ لي فام نستعمله لأنه طيب، وإلا ما كانش هذا الطيب نستعمل الماء. فليمس أحدكم من طيب أهله فإن لم يكن له طيب فالماء له طيب. ولبس الثياب ديالي الجيد ومشي للجامع مبكر. ملي غنوصل مبكر راه اللي كيجيو الاولين كانما استقدم جملا ناقه ديال الاجر والثواب. شحال كتسوى الناقه؟ سول الناس اللي في الصحراء غادي يقول لك كتسوى الثمن. واللي جا في الساعه الثانيه كانما استقدم بقره، واللي جا في الساعه الثالثه فكانما استقدم كبشا اقرنا، واللي جا في الساعه الرابعه فكانما استقدم دجاجه، ومن جاء في الساعه الخامسه فكأنما استقدم بيضة. فإذا كانت الساعة السادسة رفع الأذان ودخل الإمام، والملائكة اللي كانت على عتبة باب المسجد توزع هذه الصدقات وهذه الحسنات تدخل إلى المسجد لكي تستمع مع الإمام. احنا الحمد لله في بلد الإسلام، ونحن في بلد أمير المؤمنين، وغدا إن شاء الله بالدار البيضاء هناك استعدادات أن أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه جلالة الملك محمد السادس سوف يؤدي صلاة الجمعة بالدار البيضاء في مسجد المولى إدريس، والناس كيستعدوا الآن هذه اللحظة. احنا كنتكلموا هناك رجال السلطة كيتصلوا وكيقادوا الأمور، والناس فرحانين غدا غادي يلبسوا البياض ديالهم، وربما اللي هو ماشي في الدار البيضاء غيتابع هذه الأشياء بالنقل المباشر على التلفزيون، غادي يشوف كيف أن أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه بلباسه الأنيق الأبيض التقليدي، ومعه الرفقة اللي مساندة وكيجيو للمسجد والناس كلهم. هذه فيها رسالة، رسالة بأن بلاد الإسلام هو بلاد المغرب، بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وينبغي أن نحافظ جميعا على هذه الصلاة في وقتها مع الجماعة يوم الجمعة، يوم مبارك، وبه ربي حافظ البلاد ديالنا. راه البلاد ديالنا باش محفوظة، حنا كنشوفوا البلدان المجاورة في الدول الشرقية كتلقى لك الحروب وسفك الدماء، الدول الغربية كتعاني من الأزمة الاقتصادية ومشكل الانتحار والشذوذ الجنسي، وكل واحد عنده همه. حنا بلادنا الحمد لله فيها الأمن والأمان والسلم والسلام، رغم الرزق قليل ولكن البركة كثيرة. ما هو السبب؟ هو هذا التدين، هذا نزعة التدين. رسميا الحمد لله عندنا في دستورنا المغربي في التأكيد على التدين وعلى الإسلام، وفي السلوك اليومي اللي كنلقاو ديال المسؤولين المحافظة على الصلاة في وقتها مع الجماعة، وخصوصا يوم الجمعة يوم التجمع الأكبر. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الصلاة مع الجماعة
في وقتها وأن نكون من السباقين للصفوف الأمامية وربنا يتقبل من الجميع. نتحول من حدث سوالم إلى مكناس مع أختنا للا حفيظة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي داير الحظ الدكتور مزيان؟ الله يبارك فيك للا حفيظة. أيوا شحال هادي وأنا كنتصل عاد اليوم شد لي الخط وراني فرحانة بزاف. يا ألف مرحبا للا حفيظة. أنا لا يخطيك وشكرا كتعطينا زعما بزاف ديال زعما كنستافدو منك مزيان زعما الحمد لله. أكرمك الله للا. بغيت سي الدكتور كريبا تدعي معايا ما عنديش الوليدات. الله أكبر. دابا هادي شي 20 عام دابا ملي تزوجنا ما زعما ما خلينا ما درنا وما درنا غير في الله. لا اله الا الله 20 سنه اختي حفظه. ورجلي عاوتاني راسو شويه كيحرقو بغيتك تدعي معاه ودعي لي مع الوالد ديالي عاد توفى هادي شي شهرين دابا. لا اله الا الله لا اله الا الله. الوالده ديالي شافيها الله ان شاء الله و... يا ربي يا كريم. وشكرا الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بالخير بهذا الكلام الطيب وهذا شكرا لك. شكرا لك لله حافظة. شكرا لك لله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختنا حافظة قلوبنا معك. أكيد أنك هذا 20 سنة وانت كتنتظري المولود أكيد أنك عانيت معاناة شديدة وتعذبت عذاب أليم. 20 سنة ديال الانتظار، 20 سنة وانت تعيشين الوحدة وتشتاقين لمثل هذا واحد الابن او ابنه يملا عنك الفراغ. تاكدي يا حفيظه بان المعاناه اللي مرت عليك 20 سنه لن تضيع ابدا. راه على قدر البلاء على قدر الجزاء. هذا بلاء شديد اللي ما كيعرف القيمه ديالو الا اللي مكوي به. شحال من واحد ما عنده الاولاد هذيك راها نعمه ربي عطاها لنا دون ان نسعى اليها. غير تزوجتي المراه حملت ما درتي حتى شي مجهود. ربي عز وجل لا اكرمك اعطاك دون ان تسال. هنا ربي عز وجل كيبغي يبين لنا مقدار النعم. النعم اللي صبغها علينا ملي كنسمعوا لالا حفيظه سنوات طويله 20 سنه ديال الانتظار. الله يحسن عوانك لالا. ولكن تاكدي حتى حاجه ما ضاعت لك. على قدر البلاء على قدر الجزاء. كل لحظه مرت عليك وانت متالمه وانت حزينه وانت مهمومة تأكدي بأن الله تعالى يجازيك خير الجزاء. فاللهم يا رب يا كريم أكرم أختنا حافظة بالذرية الطيبة. لا تيأسي ولا تحزني. فربنا أكرم علمنا بأن هناك من كبر في السن ورزقه الله الذرية الطيبة. رأى سيدنا إبراهيم الخليل حينما أكرمه الله بذكرين وجعلهما نبيين كان العمر ديالو أنذاك 92 سنة ومراته كانت في الثمانين من عمرها. هم اللي بشروها بالإنجاب قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. هي عجوز المرأة يقال لها عجوز والرجل يقال له شيخ. ما يمكنش المنطق العقلي والعلمي ينفي الإنجاب. لكن الله عز وجل يريد أن يظهر لنا قدرته على كل شيء. فرزقه الله تعالى ذكرين وكان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء على الكبر. فلا تيأسي أختي حفيظة. ربي عز وجل الله يكرمك بالذرية الطيبة بالذكور والإناث. ونسأل الله الكريم أن يحفظ الوالدة ويشافيها ويعافيها ويحفظ الأسرة جمعاء ويبارك لكم في أموركم. اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.